صنع في العرب، أخبار على مدار الساعة، فمرحبا بكم. مساء الخير، طاب توقتكم مشاهدينا الأعزاء، أهلا بكم في هذا الخبر العاجل. خطوة خطيرة تقدم عليها البوليزاريو بخصوص منطقة مغربية. أطلقت جبهة البوليزاريو الأحد نداء لجمع تبرعات مالية لبناء مسجد في منطقة مهيريز المغربية والموجودة ضمن نطاق المنطقة العازلة التي تشرف عليها الأمم المتحدة بمقتضى اتفاق وقف إطلاق النار. ونقلت صحف موالية للجبهة أن هذا المشروع الجديد هو محاولة لبناء منشآت في المنطقة المحررة، والذي يأتي في الوقت الذي أجرت فيه جبهة البوليزاريو مناورات عسكرية في تيفاريتي الواقع في الحدود مع الجزائر. ومنطقة تيفاريتي كانت تعرف وجودا مغربيا إلى حدود سنة 1991 قبل أن يسلمها المغربي لبعثة الأمم المتحدة بالصحراء بهدف تدبير وقف إطلاق النار. يأتي هذا بعدما أصدر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة قرارا جديدا الثلاثاء الماضي حول قضية الصحراء، جدد من خلاله تمديد بعثة المينورسو لستة أشهر، مؤكدا على دور الجزائر كطرف في النزاع الإقليمي. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الخبر. لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ودعمنا بزر الإعجاب. نلتقي في الخبر اللاحق، دمتم في رعاية الله وحفظه.